لا انا مابقيتش باغي نكتب، عازم بقى نكتب اختيار ظرفي ولا مستمر ما عرفتش علاش. الكره نكتب على الكره، ونكتب على الكليب الجديد ديال نوره فتحي كان زوين ما شفتوش، تنصيفطو لك في يوتيوب تقدر ندير لهم كليب. كريم نيسي شو نوره فتحي ناي الكليب الجديد. لا لا غير الصوره ديالها، ما تدوزناش كليب كامل، لا غير الصوره، غير الصوره باش يعرف بانه كاين هناك اشياء اهم من انك تبقى تحرق دماغك واعصابك على بعض الامور اللي واه هادشي كنتي تقولوا لنا شحال هادي ماشي حتى بالصدفه اكتشفناه. لا 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 بيجي باش ماشي مقلق والله اخي يونس مو مقلق دائما انا وياك كنتبادلوا مع بحضره عمر بعض المرات كنتبادلوا بعض الهواجس. انا نهار الجمعه جالس مع عليا ما بيا والله العظيم كان معي الزميل العطاري جلسنا تعشينا في واحد البلاصه تفرجنا جوج ماتشات ديال الكره في نفس الوقت. شويه صات لي شي حد صويرتي في الغلاف ديال واحد الفيديو صحفي اعتقال صحفي المخدرات. انا في الاول ضحكت قلت لها احنا دابا بقى لهم الحشيش ما بقاش المرقه دابا حتى الحشيش حتى راه كنبيعو. الحشيش راه تيكون بالبرقه. كيكون بالبرمه. البرمه ديال الحشيش. قلت اودي ولكن شويه داك الشيء غادي في حالي الضارب لي والله العظيم الا بحال شي سوسه كتطلع. شحال المصيبه هذه دابا شنو اللي بغى يطلع صفحه يسبنا، اللي بغى التدوينه ديالو تبارطاجا بزاف يسبنا، اللي بغى يصيفط ميساج لشي بلاصه يسبنا، اللي بغى يصفي حساباته النفسيه يسبنا، اللي ما عنده ما يدار يسبنا، اللي عنده ما يدار يسبنا. من حقهم. انا المؤسف في الموضوع هو وراه كتبتها وانا عارف راسي اش كنقول. الهيئات المهنيه اللي كنتميو لها فين هي؟ اسمح لي المجلس الوطني للصحافه انا اسمح لي لما دافعتيش عليا في هذه المرحله ماشي عليا انا على التمييع ديال كل شيء. سب لي هذاك الصحفي وسب هذاك الصحفي وسب هذاك الصحفي وسب هذاك الصحفي وتكلم لي من بعد على التنظيم الذاتي للمهنه. حمي المهنه بعدا راه كتفرتك راه كتهرس راه كتوسخ. ما يمكنش هاد الاستباحه بهذا الشكل. شنو ذنبي انا كاع؟ اش درت؟ شافر شي حد؟ قاتل شي روح؟ ناصب على شي حد؟ مستافد من شي ريع؟ رزقنا كنتخلصوا كنضربوا مع البنكات وكنحاولوا نعيشوا بحال اي واحد محسوب على الطبقه المتوسطه كيتخلص مزيان ومن حقي نتخلص مزيان. ما يمكنش نكون مقرد باش نرضي عباد الله. ولكن في نفس الوقت راه كاين اللي مستفيد. يونس انت ادرى باسماء بعينها، وملي كنشوف دوك الاسماء كدا تبرد وما كاينش اللي كيلجمها كتولي كتعاود حساب كله. كتقول مع منكاجي انا في هذه البلاد؟ لا ادعي وطنيه اكثر من حد، ولا ادعي مغربيه اكثر من حد، ولا ادعي شيء، ولكن كنعطي عندي خط تحريري كندافع عليه منذ سنوات وانا ثابت عليه. ونهار نبدلو غادي يكون عندي الجرأه انني نبدلو، ما عنديش مشكل. ولكن في نفس الوقت ما نحسش ذاك الكيل بمكيالين. كأنتمي إلى جسم صحفي، رفضنا في مرات عديدة أنه نكون من أدوات تسفيه، ولكن ما نكونش أنا الحيط القصير، لا أقبلها. هنا تبركانيت كتكون أعلم تمغربي ديالي. وتمغربي ديالي شرف وتاج على راسي، وكنحتارمو، وكنوقرو، وكندير به. ولكن ما نبغيش حد اللي يلعب لي في جنابي. هذه كتكون حارقة ومؤسفة. وفيها بزاف ديال الغدر وديال الخيانه وديال قله رجليت اذا كانت بفعل فاعل، كانت بمبادره من شي حد بوحدو هذيك راه بيني وبينو الحساب ديال. لهذا خليني مع نوره فتحي الله يخليك، خليني نتكلم على الرياضه، خليني نتكلم على نبقى نبارطاجي شي حويجات. وعملنا بخطنا التحريري الذي نحترمه وندافع عليه ومتشبثون ومتمسكون به، راه كنديروا في المنابر الخاصه. ما نقدرش نخلي انا حساباتي على التواصل الاجتماعي كتذكر في امور لا اتقاضى عليها اجرا. والميساج راه باين حيت الاخرين راه كيتقاضوا اجورا في الخفاء. وبلا ما نفصل اكثر لان الهاكا تحكمون في الاذاعه احتراما لي احتراما للمؤسسي. يونس ما زادش معايا تاع عمر ماشي باش نخرجوا انا بعدا من هذا لانه سهلنا الراجل اللهم نخرجوش. لا زعما ممكن انا عشت مع رضوان هذه الفتره يعني كاين واحد تيقدر الانسان يدوز وحده جوج، ولكن ملي كيولي داك الشيء مسترسل في الزمان وكيولي مسقم من نفس المغرف شك مسقم من نفس المغرف ومسترسل في الزمان وكيستعمل نفس اللغه وكيستعمل نفس الخطاب
وكتلقى خمسة ولا ستة ولا سبعة ديال المرات وكيتلقى هذا كيشدك هذا كيتلقى هذا فعلا يطرح السؤال شنو درت. اي واحد ما يمكنش انه يقبل لانه يتم التعليق ديالو تشهر به بهذا الشكل. كاين عندنا واحد النهيار ديال قيم التضامن بيننا كزملاء. لا خص التضامن وتدوك اللي كتهضر عليهم امنيستي واحد العدد ديال الناس واحد العدد ديال الناس كتكون تضامنتي معاهم في محطه تعرضوا فيها لهذا التشهير. وملي كيشوفك معلق في العماريه والله ما يخسر معك موقف لان التضامن تحتاج للشجاعه وكيحتاج الوضوح وكيحتاج انك تحمل التبعات ديالو. مع الاسف ما كلشي كلشي قدري. ولكن نقول لك واحد القضيه الناس كتشير على اللي كاين ملي كتكون ما كاينش ما كيشوفك حد بحال الا ما كاينش. ما دام انه الانسان تيكثروا عليه الضربات ما هنا وما هنا وما هنا فمعناه انه كيدير شي حاجه. هذا راه الفعل الانساني كيدخل فيه تصفيه الحسابات كيدخل فيه الطعن بالخلف كيدخل فيه المشاعر ديال الغيره كيدخل فيه المشاعر ديال الحسد. ولكن الحاجه اللي ما يقبلش الانسان انها تدخل فيه هو داك الشيء يكون مسقي بمغرف واحد. هذاك المغرف واحد هذاك المغرف هو اللي هو اللي فيه الاشكال. الخلاصه المشكله يونس هو يجيك الدرس من الميكرو يعطيك الدرس من لا يستحق. يعطيك الدرس اللي تي يلعب في الغيس. شو اللي بغي يلعب في الغيس يلعب فهمتيني. يعطيك الدرس شي واحد بمستوى هذا ما كاينش. انا شخصيا كنقولها واعلنها واعلنتها مرارا ذمتي قبل كل شيء. ايوا من حقك سدينا اللي يقيس لي في ذمتي وفي كرامتي كنتغاضى من ما كنت نعض ولا لي وصلنا نعض.